اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. لطالما اكدنا مرارا وتكرارا ان ملف الاعلام واحد من الملفات المهمه التي ينبغي ان تلتفت اليها اي دوله اذا ارادت احداث طفره حقيقيه او نهضه تنمويه حقيقيه. ربما ياتي الاعلام يعني بشكل او باخر متاخرا بعد ملفي التعليم والصحه، ولكنه لا يقل اهميه باي حال من الاحوال على هذه الملفات. أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم الذي نسعد به دائما كلما نلتقيه، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد الجمال. أهلا بك أستاذ أحمد. أنا اللي بأسعد برؤيتك وثقافتك وعلمك ربنا يبارك فيك وذوقك. ربنا يبارك فيك حبيبي. اللقاء مع حضرتك بيصعب حصره في ملف واحد، فإذا سمحت لينا يعني تكون حاجة أشبه كده بحالة العصف الذهني حوالين بعض القضايا المرتبطة أساسا بالإعلام وبعض القضايا اللي ممكن شايفها حاليا في المشهد في مصر. لكن مهم وانت يعني تحمل هذا التاريخ الكبير وهذه يعني الارث الكبير من الخبره، نسمع تقييم حضرتك لاهميه ملف الاعلام وحاله في مصر في هذه الفتره. نكات جرحا او فتحت الدمل زي ما بيقولوا، يعني لانه انا بتفق معاك ان التعليم بس هو الاعلام لا يقل اهميه، لانه من الممكن ان بانسان متعلم الى اقصى درجه دكتوراه العلوم مثلا اللي هي فوق دكتوراه الفلسفه ومخلص الجامعه الاخيره، ولكن وعيه صفر. يعني يبقى استاذ مثلا سين، مش عايز اسمي اي مجال عشان ما لا يقترب من حد يزعل، انما ممكن يبقى استاذ علوم او استاذ طب او استاذ كيمياء او حتى استاذ لغه عربيه او تاريخ، ولكن حدوده هي حدود تخصصه وبتاع وملوش دعوه بالمجتمع ولا بتاع. فتلاقي ممكن يبقى معاه ارقى درجه علميه ولكن عنده اميه ثقافيه واميه مجتمعيه، والعياذ بالله البعض عنده اميه اخلاقيه، وبالتالي الاعلام هو الذي يعالج هذا النقص. يعني ما ينقص في العمليه التعليميه زي ما سموها التربيه والتعليم، مش التعليم والتربيه، التربيه والتعليم الناس متصوره انه اللي بيتربى فقط هو الطفل والصبي او الطفل والطفلة والصبي والصبية والشاب، لا، في ناس كبار عايزين يتعلموا. والتعليم هنا في هذا النطاق تعريبا يعني تحديدا هو خلق الوعي وتعميقه وربط وضع الكوبري او الجسر او الانطرة او الصلة بين العلم وبين المجتمع. يأتي دور الاعلام هنا، دي النقطة الاولى. النقطة الثانية انه ما لم يكن الاعلام رساله مهمه رساليه زي المبشرين الكاثوليك والمبشرين البروتستانت والدعاة الاسلاميين والكهنه البوذيين، يعني يبقى فيه مهمه رساليه في الموضوع. المهمه الرساليه تقتضي ان خليني بس افتح قوس اقول مع الفارق، مع الفارق طبعا عشان بس ما حدش يصطاد. لا لا، مع الفارق، مع الفارق كلها عقائد الناس، ويعني مش مجالنا يعني ان احنا نقول ان الكل محترم، لانه الشيخ الباقوري كان حتى له راي في التين والزيتون، ولان التين هو رمز البوذيه. على اي حال لازم الاعلام يكون ليه مبشرين. انا اسف ان انا مبشرين يعني يبقى مهمه رساليه. المهمه الرساليه تقتضي انه الانسان يبقى متفاني في المهمه، ناكر ذاته، واعي بالذين يتوجه اليهم بالتبشير. يعني لو انا في الغابه الاستوائيه وكان بعض المبشرين يقدمون السيد المسيح له المجد في الغابة الاستوائية شكله اسمر، مش ابو عينين خضراء او عينين زرقاء او الشعر الاصفر، لا، شكل الناس. فاذا توفر الوعي بالمهمة وتوفر التواضع وتوفر الاطلاع وتوفرت المعرفة بالمحيط اللي انا هشتغل فيه، يبقى انا امتلكت الاسس الاساسية. طب اضافة للمهنة، ولكن للأسف الشديد يصادفنا في هذه الايام وايام سابقة طويلة بعض من يتصورون ان هذه اخر فرصة للضوء واخر فرصة للصفحة الاولى واخر فرصة انه اسمه يطلع 20 مرة في المطبوعة اللي هو اشتغل فيها. فتلاقي مثلا رئيس تحرير، وانا اسف هما زمايلنا كلنا وتلامذتنا، انما يستبيح لنفسه ان يضع اسمه وصورته فوق ترويزة الجريدة. يعني تبقى صورة السيد رئيس الجمهورية في استقبال رسمي ومعاه رؤساء والاخره، والباشا حاطط صورته عشان مقاله فوق الترويسه،
لا الاستاذ احمد الصاوي محمد عمل كده ولا الاستاذ زكي عبد القادر ولا الاستاذ هيكل ولا الاستاذ موسى صبري ولا الاستاذ علي امين ولا الاستاذ مصطفى امين على الاطلاق. فانت قدام ظاهره تحتاج الى محلل نفسي وطب نفسي. طب هنا خليني اعيد صياغه اللي حضرتك تفضلت وذكرته بشكل واضح ومحدد، انه تحليلك الرائع ده جمعت ما بين انه الاعلام لازم يكون ليه هدف ولازم يكون فيه كوادر مدربه. الهدف ان لم يعني تخني التلخيص تشكيل الراي العام وتنويره وثقافه المجتمع. مظبوط، ليس فقط الاخبار كما يحمل بعض الاعلام فقط الاخبار. النقطه الثانيه انه لازم يكون عندنا كوادر مؤهله لتاديه هذا الهدف. ده صحيح. حضرتك بسرعه انتقدت وجود الكوادر، لكن انا كنت عايز اسال حضرتك في اي مرحله من تاريخ مصر وجد هذا النوع من الاعلام؟ هل مصر شهدت هذا النوع من الاعلام في مرحله معينه؟ الاعلام انواع، يعني مصر يعني تحديدا مصر اللي احنا بنتكلم عليها وعايشين فيها وبنحبها ونعشقها ومستعدين نموت في سبيلها. مصر منذ محمد علي في مرحلة انتقالية. كل ما تعمل مشروع وانت ادرى، محمد علي عمل مشروعه واشتغل لغاية 40 جات معاهدة لندن سنة 40 خلصت المشروع 1840. الخديوي اسماعيل الديون والى اخره. جمال عبد الناصر 67 والتآمر الداخلي الخارجي والسلبيات الداخليه، ومن قبل ذلك احمد عرابي. واحمد انا بتكلم اللي في سده الحكم الدوله. نحن في مرحله انتقاليه تتحدد ملامح المجتمع الان في اللحظه التي نتحدث فيها اجتماعيا واقتصاديا من خلال المشروعات الكبيره ومن خلال تجييش المجتمع في ان يشد نفسه الى امام بقاطره هي القوات المسلحه والعاملين في الشركات اللي بتتعاون معاها. بنحاول نطلع من المرحله الانتقاليه. اعلام المراحل الانتقاليه يلزمه انه ياخد الوجهه التعبويه، والوجهه التعبويه او الاتجاه التعبوي يبقى بشكل ذكي ولطيف، ما يبقاش استنباط. يعني انا مش هجيب الناس احطها في البتاع اللي بيعملوه في كحك العيد ولا التورته واقلبهم يبقوا كلهم شبه بعض، غير صحيح. الاعلام التعبوي هو تحديد المهام الوطنيه، ان نحدد المهام الوطنيه مهمه. وفي رايي في هذه المرحله ان نستعيد بناء جهاز المناعه الوطني. كما ان الفرد الانسان يصاب بفقدان المناعه بفيروس الايدز او اي حاجه، المجتمعات ايضا تفقد مناعتها الوطنيه بضياع الهدف، بميوعه الاراده وفقدان الاراده، بتفكيك المجتمع الى طوائف ومذاهب واديان وعقائد، الى تقسيم المجتمع فئويا الى اخره. الامر الذي عشناه حتى عهد قريب منذ اقل من 5 سنوات. عظيم. وبالتالي مش عايز اقطعك، انما وبالتالي تحديد المهمه الوطنيه يقتضي كما الفرقه الموسيقيه هي نوته واحده. ولكن عازف الطبله الايقاع وعازف الناي الوتريات والات النفخ وكل الالات، كل واحد عارف دوره في النوته حتى يخرج اللحن مكتمل. انا مش عايز اقطع حضرتك، بس الكلام اللي بتقوله بيكون في غايه الاهميه والمداخله مهمه. من يعني ادرانا انه ممكن يكون يعني في عقود مضت جلس اناس ايضا وقالوا ان احنا في مرحله انتقاليه ويجب ان نفعل كذا وكذا؟ يعني ايه يقين حضرتك انه هذه المرحله هي المرحله الانتقاليه؟ يعني ربما في الخمسينيات مثلا راى البعض انها مرحله انتقاليه، في السبعينيات راى البعض انها مرحله انتقاليه، كل لكل وكان المرحله الانتقاليه ولذلك لا ينتهي. يعني انا لا لذلك اللي قلت لحضرتك نحن محمد علي مش خمسينات وستينات. بمعنى ايه؟ بمعنى الذي نطلق عليه انه مش مرحله انتقاليه، يبقى البلد اتحدد ملامح فلسفتها في الحياه، راسماليه اشتراكيه مشتركه مختلطه، خدت بالك؟ فصلت الدين عن الدولة او مزجت الدين في الدولة او الدين والدولة مع بعض، علمانية مش علمانية، تحدد الملمح ده. شكل الاقتصاد، شكل طبقات المجتمع. انما انت البلد تعرض لهزات وظروف اجتماعية. يعني البلد تعرض لهزة ما بعد 73، الانفتاح وخروج الطبقة الوسطى كلها الى النفط، خريجين الجامعات والمهندسين والصحفيين والمدرسين كله هج على الترحيله النفطيه. رجع من الترحيله النفطيه متغير شويه. يعني انا يعني مش عايزين نفتح الملف الدم الخطير اللي جارحنا كلنا.
وحصل الحائط الخرساني الممتد من العريش للسلوم اللي هو اسمه الساحل الشمالي، المصريين كل مدخراتهم حطوها في المراحيض والحمامات والشاليهات والبتاع. وبعدين اللي عنده شقه في هنا يعمل بيت في البلد عشان البلد ما تزعلش. فاذا تحول الادخار المصري، المدخرات المصريه لم تتحول الى مشروعات انتاجيه تشغل خريجين وتشغل اجيال جديده ويبقى فيها تراكم علمي وفي خطوط انتاج صغيره وانتاج الاسره اللي هو نهضت به اليابان والمانيا والى اخره. طيب ادي المرحله كانت شكلها كده، وبالتالي ما كانش فيه نمط انتاجي ولا 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 نمط اجتماعي. عندما يحدث الخلخله الاجتماعيه، يعني ما تقدرش تقول ادي الطبقه العامله، ادي الطبقه الوسطى الدنيا، ادي الطبقه الوسطى المتوسطه، ادي الطبقه الوسطى العليا، ادي اخواننا الارستقراطيين او اصحاب الاموال الكبير، انت لديك حراك اجتماعي. من الممكن ان سيادتك او انا نبقى النهارده مستورين او ميسورين، بكره نبقى مستورين من الميسور الى المستور، وينزل من المستور الى المكشوف، ومن المكشوف الى المتعري. ده حراك اجتماعي ولا ضغوط اجتماعيه؟ لا حراك اجتماعي. لا حراك اجتماعي بمعنى ايه؟ بمعنى انه الانتقال من شريحه لشريحه والى اخره، هو حراك بالضروره. انت مضغوط، يعني مثلا كان عندك تحويش اتعوم الجنيه راحت، كان عندك فلوس سكنت في عماره، المقاول ابو لبده ولا الكبير حط اسمنت مغشوش وحديد مغشوش وخلاص. ما هو الحراك ده وانت استاذنا يستدعي صعود طبقات، نزول. لا لا بس لا بس يبقى في لا لا يعني انت لما تبص للبلاد المستقره اجتماعيا كاوروبا الغربيه او شرق اسيا والاخره، هتلاقيها اكتملت اجتماعيا. هيبقى الموبيليتي او يعني الحراك ده او هذا الانتقال الحاد جدا والسيوله الاجتماعيه دي هتبقى خفيفه قوي، يعني هتبقى في حدود خفيفه، والمجتمعات بتنتج المضاد الحيوي اللي يحميها من بتاع، يعني التامينات ضد البطاله، التامينات الصحيه الى اخر. تمام. العلاجات. تمام. وبالتالي احنا نرجع للاعلام. تمام. نقول ايه؟ نقول انه من الذكاء المفتقد انه الناس متصورة انه فقط ان احنا نشتم الخصوم او نهلهلهم او نشرح او نردح لهم مطلوب، انما ما يبقاش هو الخط الاساسي. انما اعرف عدوك الجهل، مش عدوك الاتراك وبس والاخوان المسلمين والارهابيين، عدوك الجهل والتخلف والقيم المعوقة للنمو والتنمية ومعاداة المال العام وتجريف الارض الزراعيه وتاكل الارض الزراعيه وهجوم الصحراء على الوادي وهجوم البحر من الشمال، هم دول اعداء حقيقيين. الانفجار السكاني، ما انت داخل في مشكله معضله. انت بتعمل نمو دلوقتي 3-4% في الكوفيد او في الكورونا، قبلها كنت بتعمل 5.6، انت محتاج 7% او 8% علشان تواجه هذه السيادة السكانيه وتعمل تراكم يطلع بيك لقدام. كيف نواجه هؤلاء الاعداء او هذه المنظومة من المضادات؟ الاعلام هنا وليس التعليم فقط وليس التربية فقط هو الذي ينبغي ويجب، وانا ما بحبش الينبغيات واللابديات، انما مضطرين نقول نناشد الاعلام انه يحدد جدول المهام الوطنية او اولويات استراتيجية. وانا في ظني ان الاولوية الاولى اللي هي تسبق الاعلام والتعليم والاخره هي الدخول في المنطقة الاجتماعية بتاعة تزايد عدد السكان. هتكتشف انه في جهاز اعلامي اخر بيشتغل، انت بتقدرش مش لا في التلفزيون ولا في الصحافة، منابر المساجد ومذابح الكنائس، الموعظة هنا وهنا. انت تستطيع حضرتك مستنير وبرنامجك مستنير والاخره، من الممكن شاب معاه ثانوية زهرية ولا بلاش، واحد سلفي قاعد في البتاع يقول لك تنظيم الاسره حرام، ولا تقتلوا اموالك او اولادكم خشيه املاق، ان نحن نرزقهم واياكم، يعني الرزق جاي للعيال مش جاي ليك. انت قدام مهام شديده في الصعوبه. ومن هنا كانت الدعوه لتجديد الخطاب الدعوي وليس الديني. الخطاب الديني هو التوراه والانجيل والقران، ده بتاع ربنا الدين.
انما هو اسمه الخطاب الدعوي، هو مفهوم البشر لما جاء في الخطاب الديني اللي هو كتب الله المقدسة. وهنا هنا خلينا نبني على النقطة أتفضل اللي قلتها، انه فكرة مش مجرد تحديد اهداف، تبقى رؤية استراتيجية شاملة للدولة يتحدد فيها دور الاعلام وبقية الادوار الاخرى. لكن طالما حضرتك قريت انه ده دور الاعلام وده هدفه، اعتقد ده ياخدنا المربع المرتبط بفكرة علاقة الاعلام بالدولة. اي وطبعا حضرتك ربنا يديك الصحه طول العمر، عصرت اجيال بمراحل مزبوط. مختلفه بمعطيات مختلفه وازمنه مختلفه. الاشكاليه ديت اشكاليه علاقه الاعلام بالدوله، وده هيقتضي بالضروره نتحدث عن الحريه او مساحه الحريه. ما اعرفش هل هي المفروض تكون حريه مطلقه ولا بنتكلم على مساحه تضيق وتتسع حسب الظروف يعني. شوف احنا لنا خصم في المنطقه اسمه الدوله الصهيونيه. ما تيجي نتعلم منه. بمعنى ايه؟ الهدف الاسمى وجود اسرائيل قوية موحدة متفوقة على كل جيرانها مجتمعين. وتعالى نقطع هدوم بعض، تعالى الشباك مع الشباي مع الليكود مع العمل مع اي حاجة، تعالى نتفق على هدف ان تصبح مصر متماسكة متوازنة قوية لتلعب دورها في محيطها ومتفوقة في الإقليم، بحيث لا يمكن لطرف إقليمي إيران تركيا أثيوبيا إسرائيل أي حد تاني مش عايز أسمي تكون دي ثوابت وطنية لا يختلف على اثنين. تعال بقى ما دون ذلك، تعال نخدم على هذا الهدف كل بوسائل الخاصة. يعني الرجل الدين في المسيحية ورجل الدعوة في الإسلام يخدموا على هذا الهدف عندما وفي كلا الدينين أو كلا الشريعتين ما يتيح ارتكاب المحظور من أجل الضرورة، من أجل الضرورة. لو الضرورة لو المحظور هو أنك تتدخل في تنظيم الأسرة ماشي، إنما كي تقيم تراكم مالي واقتصادي والى اخره، لابد انك تحدد عدد الاطفال اللي هيخشوا المدارس بعد 15 سنة، وتبقى عارف بالظبط انت محتاج كم فصل، والفصل يبقى فيه كم تلميذ اللي هي المعادلة السليمة، وهيشتغلوا على الكمبيوتر ازاي ووسائل الاضاحة ازاي، وهتاخدهم رحلات للمتحف ازاي الى كل الحفلة دي. تعالوا نحدد كل بطريقته كيف نخدم هذا الهدف الاستراتيجي. وبالتالي دور الدولة ايه؟ هو تحديد الهدف الاستراتيجي، تمويل المساهمة في تمويل الانشطة التي تخدم هذا الهدف الاستراتيجي، اعطاء المعلومات التي تخدم هذا الهدف وعدم حجمها، الشفافية. ثم الاهم اللي كنا بنقولها زمان اسمها الرجل المناسب في المكان المناسب، فطلعت الرجل المناسب خدت بالك هو اللي في المكان المناسب. عايزين نخرج من انت حضرتك خدتنا للكوادر مره اخرى، لما الكوادر اللي هي البشر يا البشر حضرتك، وده في مرحله معينه يعني مع فوره الفضائيات وانطلاقها في مرحله معينه، قيل ربما هذا التوصيف انه اصبحت مهنه الاعلامي مهنة يعني صعب على لسان. لا 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 الاستاذ قالها الاستاذ فيليب جلاب في فتره طويله. فهل ده كان يعني كان ملمح ضعف او نقطه تحول في ضعف المنظومه الاعلاميه في مصر؟ لا، ضعف المنظومه الاعلاميه جاء من عده عوامل. ده قرينا انه ضعيف عشان ما يتقالش ان انا بقول. لا 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 انا يعني اللي بقول، أنا اللي بقول. يعني ياتي من عده عوامل. نمره واحد انه الديالوج في المنطقه، انت الاعلام المصري كان هو السيد. كان عندك 85 محطة اذاعة موجهة، كان عندك صوت العرب، كان عندك القناة الى اخره، الحفلة الجميلة. وكان لي خصوم، هم اكتشفوا انه سلاحك الاعلام، فعملوا على امرين، انه يعملوا اعلام موازي لهم ويخترقوك، فاصبحت الدراما بتاعتك التي تمول من خصمك القديم ولا اريد ان اسمي حتى لا ندخل في مشاكل، انما يبقى السؤال الاولاني اللحمه البيضة منين، يعني الحته اللي هتسوق المسلسل. ابعد بقى عن كل ما يتصل بالفكر والثقافه
والفلسفة وكل المحظورات. خلينا في خلينا بين قوسين في التسلية، مش عايز اسميها باسمها البلدي يعني، خليه يعني حاجة خفيفة وظريفة عشان الرقابة. طيب ادي نمرة واحد. اذا حصل تقاطع حاد في المنطقة انه تكسير اعلامك المصري. نمرة اتنين انه المهنة اتسعت دائرة ما يسمى بكليات الاعلام، كل اصبحت موضة، والاعلام بقى في القمة وكليات القمة، فبقت كل جامعة اقليمية وكل جامعة خاصة تعمل اعلام، فاصبح عندك فيضان من الشباب. تمام. غير المؤهلين. طيب انا لطالما يعني تمنيت على حضرتك ان احنا نستمع لشهادتك للتاريخ في حلقات ممتده، لانه دايما الوقت بيكون محدود معاك. ربما خلاص انا كنت معايا دقيقه، كنت بعافيه شويه، انما خلاص انا ديك صحه طول العمر يا استاذ احمد. الله يخليك. فيما يتعلق برضو بتقييمك في سياق مواجهه الاعلام المصري لاي اعلام بيستهدف الدوله، هل الاعلام المصري لا يزال حتى هذه اللحظه رد فعل، لم ياخذ زمام المبادره، ولا تقيمك ليه في مسألة المواجهة دي؟ يعني انت عملت عمل خطير انك انت سألت وجاوبت. انا بكره هذا النوع من الاسئلة. نعم ما زلنا مقصرين. نعم ما زلنا رد فعل. نعم لم ندرس الطرف الاخر جيدا. نعم لم نقدم بدائل حيوية. نعم لم نهتم بمشاكل مجتمعنا، لانه جزء من مواجهة الخصوم ان انت تنفي العوامل اللي هم بيشتغلوا عليها. تنفي الفساد، وتنفي القهر، وتنفي كبت الحريات، وتنفي الجهل، وتنفي الامية الثقافية والامية السياسية، واذا استطعت ان تنفي كل ذلك وتتقدم فيه، يبقى خصمك مش هيلاقي حاجة اتكلم فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. انا شرفت بيك، ودايما حوارك ممتع والوقت بيعدي بطريقة غريبة. ربنا يبارك فيك. اشكرك شكرا جزيلا حبيب. كتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد الجمال، شكرا جزيلا لك. نخرج لفاصل قصير على راس الساعه مباشره، موجز لاهم واخر الانباء مع زميله ليلى عمر في الانتظار، فانتظروها بعد قليل.